اما وانك اتكلمت على الناشئين وانت رئيس قطاعات الكوره في نادي الزمالك، وده منصب اكيد مهم جدا وعليه اعباء كثيره جدا جدا يا كابتن اسماعيل. ازاي بتخطط بقى الفتره اللي جايه لقطاع الناشئين؟ انت السنه اللي فاتت بتقول ما خدتش بطولات، لكن انت حققت او القطاع حقق نتيجه افضل من بطولات، وهو تصعيد اكتر من 5 6 7 لعيبه ناشئين على اعلى مستوى واثبتوا وجودهم، بدليل حسام عبد المجيد النهارده في منتخب مصر الفريق الاول. كيف تخطط انت ورجالتك مع قطاع الناشئين الزمالك للرقي بهذا القطاع مع مسانده كبيره زي ما انت قلت من مجلس المستشار مرتضى منصور؟ الحقيقه هو المجلس الاداره المستشار مرتضى مديني حريه تامه في التخطيط الكامل للقطاعات. بمساعده طبعا كباتني منهم كابتن طارق يحيى، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن محمد حلمي، مجموعه، وكابتن ناصر ابراهيم، مجموعه كبيره جدا من النجوم، ان احنا نهتم اكتر بمدرسه الكوره. دي لان الحقيقه فيها مواهب. انا اتفرجت مع حضرتك كابتن طارق، مواهب، لا لعيبه، ده في لعيب 2010 اعتقد اسمه ادهم. رقم 6. حاجه يعني انا ما اعرفوش، يعني انا اتفرجت عليه فناديت له قلت له خد، انت عارف انا مين يعني؟ قال لي طبعا كابتن اسماعيل وكده. فقلت له طب اتفرجت على فيديوهات ليه؟ قال لي اتفرجت. قلت له انت تطلع احسن مني ديفندر. ديفندر وبس. انت يعني لفت نظرك عشان انت ديفندر، ديفندر ولعيب كوره كل لعبه لقدام. لا يتناسب مع سنه. يعني هو ما شاء الله عليه سابق الحته دي، وفي اكتر من لعيبه موجود على مستوى كويس. فدي جزء. الجزء الثاني ان احنا عايزين نعمله في الفتره اللي جايه ان شاء الله الدراسات وتاهيل المدربين على جميل احدث الطرق العلميه، لان خلي بالك يا كابتن طارق دلوقتي الموضوع داخل فيه جزء كبير جدا علم. علم طبعا. علم. والحقيقه مجموعه المدربين اللي عندنا كفنيات على مستوى عالي جدا، انما ما فيش مانع برضو تاهيلهم، ناهلهم وهنعمل بالزبط. دورات وهنجيب ناس تحاضر هنا جوه نادي الزمالك لمدربين نادي الزمالك فقط لا غير. والتطوير بقى ان احنا ان شاء الله كل سنه في الفتره اللي جايه طالب ان يبقى في معايشات لفرق معينه بره مصر في اوروبا. ودي هتفرق مع الولاد الصغيرين، لان انا عايز بكون شخصيه ان انا هحتاجه يستحمل ضغوط، يقدر يتعامل في اصعب الظروف، لو في 100,000 متفرج ما فيش مشكله. الحاجات دي كلها هتاهلهم وخبرات، مش محتاج انا اضغط عليهم في النتائج. والنتائج طبعا النتائج مهمه، البطولات مهمة، إنما مش ده الهدف الأساسي بتاعي كقطاع. الهدف الأساسي بتاعي الفريق الأول منتخب مصر. صح. الولاد دول يروحوا المراحل السنية مؤهلين فنيا وبدنيا وعلميا. ومهم جدا علينا كلنا إن احنا نهتم بالدراسات. يعني أنا يعني بيبقى في مكافآت للعيبة معينة لما أحس إن هو أنت شاطر، عامل لسه شاطر مكافأة لجهاز فني محمد ابراهيم، كنت انت عامل له مكافاه وان هو افضل جهاز فني لما 5 مباريات من جاب 15 بونت. هي حاجه يعني حاجه رمزيه معنويه. حاجه رمزيه معنويه. بقول لهم ان بس دي حاجه مشاركه منكم الاداره كمسؤولين لقطاع المدربين. الاداره بصلكوا بنظره كويسه جدا. مستشار مرتضى مكلف انا ان انا ادير الجزئيه ديت بمستوى يليق باسم نادي الزمالك وبالناس اللي موجوده. الحقيقه القطاع فيه مواهب كتيره جدا، مع ما عايز وقت بس، والفكره بتاعت اولياء الامور ان ما نستعجلش على اولادنا. او لان لقيت في ناس بيجي لهم عقود احتراف وهم عندهم 10 سنين و11 سنه. فالموضوع طبعا يعني جالي اكتر من انا في لسه كان في معايشه من واحد اسمه ميدو عمرو في نادي درجه ثانيه في اسبانيا. انا بوافق على المعايشات دي. انت على طول وفي قبلها كان زياد فتحي ما بتعرضش انت كده. زياد فتحي ده كان في 2007. 2007 زياد فتحي راح ايطاليا وراح برضو خدنا موافقه من مستشار ما عندناش مشكله خالص في المعايشات، لان دي بتثقل اللعيب وبتكون شخصيته وسمعه وحاجه كويسه جدا ان هو طالع من نادي الزمالك. هو كده كده موجود في نادي الزمالك صح، انما هو جه من الباب الرسمي والرئيسي ان هو عايز يطلع معايشه اسبوعين، وفعلا راح وجه. وفي اكتر من لعيبه بس في فتره التوقفات بتاعتهم. السياسه اللي انت منتهجها دي محتاجه طبعا امكانيات ماديه كبيره. وده اللي عطلنا الفتره اللي فاتت يا كابتن طارق، الحجز بقى على اموال النادي دي بقى يعني اللي حصلت طبعا. بتعملوا فيها ايه في قطاع الناشئين يا كابتن اسماعيل؟ احنا مش يعني بنحاول ان احنا نشتغل في
في اقل الامكانيات اللي هي المفروض ما تكونش اقل الامكانيات، لان هو الطبيعي الزمالك امكانياته عاليه. يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها ما كانش فيه حجوزات، سنة 2013 14 كان في حجوزات برضه. اه طبعا، ما انا عاشرت كل الكلام ده وانا كنت موجود. اه ما انا عارف. فطبعا بنحاول ان احنا نتغلب على الجزئيه ديت، ان احنا لان هم عارفين اللعيبه والمديرين الفنيين ان الظروف صعبه، والحقيقه لما تبقى الظروف عاديه المستشفى ما بيتاخرش على اي حد في اي حاجه. حتى في الامكانيات، في الملابس، في كل ده كان واقف الفتره اللي فاتت، حتى هذه اللحظه واقف والله. اه طبعا احنا داخلين على شتاء والقصه يعني صعبه جدا، صعبه جدا. بنحاول ان احنا يعني بالعلاقات بقى. ما فيش علاقات يعني، ما نقدرش، اصل نادي الزمالك نادي كبير، ما اقدرش ان انا اقول حد، حتى لو حد صاحبي عايز يساعد. لا، نادي الزمالك انا لا اقبل هذا. انا لا اقبل هذا يعني. لا، نادي الزمالك لما يسلم الولاد لبسه او يبقى فيه ادوات او فيها حاجه دي، لا انا يبقى من الزمالك من نفسه، من نادي الزمالك. آه، من نادي الزمالك، ان الزمالك قادر على كده ان شاء الله. الغمه دي تتزحف الفتره اللي جايه عامله تاثير يا كابتن اسماعيل. اه طبعا عامله تاثير والله. اه طبعا عامله تاثير كبير. بس حب مديرين فنيين بشكرهم جدا، وكل القطاع ومنهم حضرتك كابتن طارق للنادي وللكيان، دي مش مخليه او مش محسسه ان في حاجه.